جوالي تسنيم، إيش فيكي؟ حاسة بتأنيب ضمير صح؟ ما كنت متوقعة أنه رح يصير كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، وقال أيضا لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. صدقتي، الحين تقدرين تروحين وتعتذرين من وتين وتفرحينها بهدية حلوة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.